انا من ضحايا ديال هذا المشروع، ضحايا ديال الطماطم. كنتسنى من 2020 شهر 3، قال لي غتسلم في مارس 2020، باقي لحد الان كيقول لنا شهر 3، كنجيو شهر 3 كيصيفطونا شهر 6، من شهر 6 لشهر 9، شهر 9 شهر 12، وباقي اليومين هذا ما تسلمناش، اربع سنين وحنا كنتسناو. هاد الناس معطلين بزاف وما بغاو يديروا معنا حتى شي حد. فعت انا في 2019 في شهر 1، قالوا لي تسليم في 2020 شهر 3، شهر 3 شهر 6، عاوتاني من شهر 6 لشهر 9 شهر 12 كيجازروا فينا هاد الناس. وانا كاري كاري ب 3000 درهم في الشهر، اربع سنين هما كيجازروا فينا. بغيتي فلوسي؟ قال لك داكشي اللي غتسنى باش تشد فلوسك غتسلم فيه الشقه ديالك. وانا باقي لدابا كنتسنى، باقي ما كاين والو. وكنتمنى هاد الناس يعطونا لي زابارتومون ديالنا في اقرب وقت، حنا راه عينا سائمنا الانتظار. غنبقاو كنتسناو كنتسناو كنتسناو، ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل. هاد الناس هادو حنا مستفيدين ديال واحد المشروع في مراكش، سكن اقتصادي، سكن اقتصادي دفعنا لهم من 2019، وكل شويه كيعطيونا واحد التاريخ، كيحددوا معنا تاريخ، كيحددوا معنا من شهر 1 شهر 3 شهر 6، وحاليا دابا شهر 10، ومازال ما كاين حتى شي خبر، ما كاين حتى شي خبر على التسليم نهائيا. الناس دافعه فلوسها، كاين اللي دافع من 150000 درهم، انا دافعه 150000 درهم، دافعه 20 مليون، السيده دافعه معنا 200000 درهم، وما كاين حتى خبر. فاش كنجيو كنسولهم كنسقسيو على الامور، كيقول لينا راه الامور غادي، وما كيعطيوناش حتى الوقت الكافي، ما كيقولش لينا نهائيا. في الاول كانوا كيقولوا لينا راه غادي نعطيكم، ما كاين عندنا حتى شي مشكل. دابا حاليا درنا بحساب الازمه، زعما بازمه كورونا، زعما الفتره ديال التاخير ديال الاشغال، ولكن حاليا دابا راه لا اله الا الناس راه تقهرب لك، راه تقهرب لك، راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه زعما الناس راه كاريه ب 5000 درهم 3000 درهم، عائلات الناس كتهز ولادها كتنقلهم على حسابات العام، تنقلهم من بلاصه لبلاصه. ساعه سيدي كيعطيونا تاريخ، ولكن ما كاينش شي تاريخ زعما اليوم زعما وفوا به وقالوا لنا راه صافي اجيو تسلموا الديور ديالكم، ما كاينش شي تاريخ نهائيا. ودابا وقت ما كنجيو كيقولوا لنا راه شهر 10 صافي غادي نعطيكم في شهر 10، حالينا هو شهر 10 هذا ما بان لينا والو. حنا دافعين لهذا المشروع ديال السكن الاقتصادي اللي كاين في طريق اسفي امام مقبره الرحمه، دفعنا لهم 20 مليون، انا بالنسبه لي دفعت 20 مليون، ما كاين لا تسليم لا حتى شي حاجه من 2019، وحنا دافعين لهم. كل مره كيأجلوا كيقول لك التسليم هاد الشهر هاد الشهر، النهار الاولاني كانوا قالوا لنا وعدونا قال لكم دابا عامين غادي تسلموا لي زابارتمون ديالكم، ما سلمونا ما حتى شي حاجه. ودازت الازمه ديال كورونا، وبنادم كاري وبنادم يعني تزير مع الازمه، وخاصهم يسلمونا هاد الناس ولا يهضروا معنا يعطيونا شي وعد يعني حر، يقولوا لنا امتى ولا اوموا يدخلونا نشوفوا لي زابارتمون ديالنا، لانه ما المشروع كامل وواقف وما كاين حتى شي حاجه وما كيمش مع منتظر. ايوا ما عرفناش حنا هاد الناس اشنو الغرض ديالهم. شي 500 ديال البشر. المطلب ديالنا انهم يسلمونا، لانه انا بالنسبه لي دافعه 20 مليون، بقات لي غير 5 المليون، يعني ماشي شي حاجه قليله كثيره، بقات 5 المليون بغيت ونسلم السوارد ديالي، ولكن ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه.